رؤية النصف المليء حاجة وضرورة بهي الظروف المحيطة. مدرسة الثامن من آذار المختلطة بقطنة تميزت بعملها، ونينار تواجدت بالمدرسة لنقل الصورة من أرض الواقع. طبعاً نحن هون بالمدرسة عن جد، يعني لما نحن بنقول نحن مدرسة مميزة نحن ما لنا عم نبالغ، نحن بنعرف حالنا شو عم نشتغل. لما بتشتغلي ضمن خطة بتعرفي أنت شو عم تشتغلي، بتعرفي النتيجة اللي رح تكون. نحن المعلمين هون لما بيكون في أي مثلاً دورات تدريبية المعلمين عم يلتزموا فيها، لما بتجي أي معلمة سواء كانت مثلاً وكيلة أو كانت مثلاً معلمة تعيين جديد عقود شيء، نحن فوراً بنساعدها بكل شيء ممكن نحن نقدر عليه. ممكن بيدخلوا بيحضروا عند المعلمات القديرات، في عنا إذا بتحبي خطوات للدروس نحن الأستاذ علي طابعينا، وكل ما بتجي لعنا أنسة جديدة عم نزودها فيها لحتى إذا في شيء ناقصة إذا بتحب تستفيد شيء. طبعاً بيقول لهم السؤال يعني إنه شو بتحبوا شو بدكم، أي وسيلة مساعدة أي شيء عم نلتزم فيها. نحن كمثل ما قلت لك نحن فريق واحد، لما بنشوف أي حدا مثلاً في أي نقص أو أي ضعف ما بنروح عليه ومننقده ومننلقي الضوء، بالعكس نحن قلبنا على بعض، بروح لعند زميلتي بقولها ديري بالك انت هون عندك هذا الخطأ هذا النقص، بنساعد بعض لحتى دائما نكون بالصورة الأحلى. بنشكر وزارة التربية على كل الدعم اللي بتقدمه للمدارس يعني، وبدي خص بالشكر التكريم يلي كرمت فيه مدير مدرستنا والأنسات، يعني هذا التكريم كان مو بس رد اعتبار، هذا نحن الأنسات هون بالمدرسة فرحنا من قلبنا. فوزارة التربية مشكورة ما أنا عم تقصر، عم تقدم لمدرستنا مثل ما عم تقدم لكل المدارس. السيد الوزير مشكور أهله إنه جاء على المدرسة سنة الماضية وتابع الاحتفال وفرحنا كتير وقدم دعم معنوي كتير كبير. طبعا غاياتها اكيد الوصول لهدف اسمى، انه نحن يعني كمدرسه 8 اذار انه يكون اللغه الانجليزيه بمدرسه 8 اذار توب، يعني عم نسعى بشتى الوسائل، يعني مثل ما شايفي عندنا وسائل، اذا ما في وسائل بالمدرسه طبعا موجود عندنا وسائل كتير حلوه، اذا ما في وسائل نحن بنحاول نجيب لو على قصاصه ورقيه صغيره، لو كتبت الحرف او خلي الطالب ممكن يكتب لي الحرف بالهواء او يكتبه على رمل بالنسبه للاول والثاني. On the table. Thank you. They are on the table. In our lesson, unit 14, we have some people and they make party because it's a new year. كتير بنركز على موضوع اللغة العربية بالمدرسة، كل النشاطات كل الفعاليات تقام باللغة العربية، خصصنا بيوم واحد من أيام الأسبوع للحديث بين التلاميذ باللغة العربية، حتى في مثلا السلام لبعضهم البعض صباح الخير السلام عليكم. كل الفقرات والنشاطات والفعاليات التي تعرض في باحة المدرسة تعرض على المعلمات وعلى من ثم علي أنا كمعلمة لغة عربية لأقوم بالتنقيح وتدقيق ما فيها من أخطاء ومن ثم قراءتها على ملأ التلاميذ لتعويدهم على أن يسمعوا بشكل صحيح. أنتقل إلى الجملة التي تليها يا مريم، تفضلي. هؤلاء المبتهجون يتسابقون لكبادي أمنيات العيد. هؤلاء المبتهجون يتسابقون لكبادي أمنيات العيد. أسماء الإشارة هي نحن هون مدرسة 8 آذار من بداية ما بلشنا بالمنهاج الحديث استخدمنا هاي الوسائل الجديدة اللي طبعا كتير من المعلمين أخدوها بالجامعات، لكن نادرين الأشخاص اللي عم يطبقوها ضمن صفوفهم. ورغم إمكانياتنا الضعيفة الموجودة بالمدرسة إلا أنه جميع، يعني ما رح أحكي عن حالي لحالي، نحن هون بالمدرسة إيد واحدة، جميع كادر المدرسة متعاون بهذا الشيء وبيحاول أنه يوصل المعلومة للطفل بأقرب وسيلة تناسب عمره
وينزل حتى المعلم يلعب مع الولد، يصير بنفس مستوى عمره إذا بدي إلك. يعني مثل ما أنا معلمة صف أول لازم يكون قريبة ومحببة لهدون الأطفال لحتى أنا يقدروا ياخدوا مني الشيء اللي أنا رح أعطيهن إياه. خمسة حواس وهي العين للرؤية، الألف للشم، اللسان الموجود داخل الفم للتذوق، والأذن للسمع، والعضو الأخير هو حاسة اللمس الذي هو يستخدم الجلد وليس اليدين كما يظن البعض. الجلد الذي يغطي جميع أنحاء جسمي أستخدمه للمس. هالحملة التنمر الكبير يلي ما بنستحقها، فأكيد لا ما أثر عليهم أبدا، بالعكس يعني قال لهم الأستاذ علي أنه أنتم مصرين نستمر بالنشاطات، الكل مأكد حبه لهالنشاطات هاي. احنا في كتير نشاطات قديمة عملناها ومستمرين فيها، عم تشوفي المدارس هلأ بلشت تعملها، وفي عنا نحن مسابقات الرواد عم يكون لنا فيها طلاب مشاركين وعم يحصلوا على مراكز متقدمة فيها. الفيديو ما بعرف أنا ليش العالم نسيت الهدف السامي للأنسات اللي كان فيه، نحن مثل ما قلت لك هدفنا الطفل، يعني هي الأنسة لما طلعت غنت هدفها كان هذا الطفل، تسعده وتفرحه وتعلمه. فنحن لما اخترنا غنوا الأغاني ونعرض شفنا الفيديو شفنا مو عقدر إنه المهرجان، فقلنا لا خلاص ما في داعي للفيديو، في فقرات أفضل بكتير. وإذا بترجعي يعني على صفحة المدرسة ففقرات المهرجان موجودة كلياتها، بتشوفي كيف كانت عقدر عالي من الإتقان. نحن حقيقة لما تم التصوير كان وقتها عم نحضر نحن لمهرجان اللغة الإنجليزية، بهالأثناء هاي يعني نحن كان بدنا الفيديوهات اللي فيها مشاركة للأطفال أكثر، أداء الأنسات قدامهم لازم يكون لحتى يتعلم الطفل من الأنسة. وبفترة بتعرفي أنت بحكم أنه مو الكل عنده فيسبوك، مو الكل عنده عفوا الواتساب، ما في وسيلة كانت لحتى ننشر الفيديوهات غير على صفحة المدرسة. الأهالي يعني مشان يصير عندهم لحتى يتم أنه حتى عندهم أنه معرفة أكثر، عرفتي كيف؟ لكن أنه مو هو الفيديو اللي كان إحنا أنه بدنا يعني الأغنية حتى أنه هي اللي بدنا نشارك فيها بالمهرجان، مجموعة من يعني الاختيارات كانت قدامنا. وبالمقابل نحن بدنا كانت الفيديوهات المشارك فيها الطفل مو الأنس، يعني الطفل هو اللي يغني، الطفل هو اللي يبدع. يعني هيك هيك توقع أنه يعني توضح صورة أنه شو يعني معدل أنه غير معدل النشر. الأنشطة لما بتجي لعندك أنسة منها لحالة عم تقلك أنه أنا اليوم بدي أعطي نشاط للطفل، شو الغاية؟ الغاية أنه ترسم قبل كل شيء، ترسم ابتسامة للطفل لحتى يبدع بالمجال التعليمي. هي هي كل الغاية نحن عنا لما بنطلع نشاطات، سواء كانت رياضة، سواء كان بالرسم، بالفنون، بالغناء، باللغة الإنجليزية، اللغة العربية، أي نشاط كان مساهمة الأنسة وهي إقبالها على الموضوع هي اللي بتخليك إنه لا تدعميها. والأستاذ علي دائما يعني مع هذا مع هاي الأمور، يعني مو انه لا بيحط حاجز، لا بالعكس هو بيدعمها للأنسة بيشجعها، واذا كان في اي نقص او اي شيء حوار بينه وبينها هو اللي بيخلي يعزز هاي الموضوع. الامكانيات ضروريه ولكن غيابها لا يشكل بالضروره عذر امام التقصير، وهذا كان جزء من حاله التميز الفريد لمدرسه الثامن من آذار بقطنه، على امل تنتقل العدوى الايجابيه لبقيه المدارس الحكوميه بسبيل تطويره.